خوتي وخواتاتي، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. كي كتشوفوا اليوم احنا جينا من اسفي العبدة، كي كتشوفوا احنا هنا عند الفامي ديال الزوج ديالي، وخا كاين شوية الريح بغيت نصور معاكم هاد المناطق هنايا ديال العبدة، جبال زيتون، شي حاجة اللي زوينة ما شاء الله. كي كتشوفوا نتمنى من الله تشوفوا هاد المناطق هذه، يعني كل منطقة والزي ديالها، وكل منطقة سبحان الله وكيفاش كيعيشوا أمواليها. صراحة الله شي حاجة اللي كتبدلك من 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 واحد كتخرجك من المدينة من بزاف الحوايج، يعني كتشوفي شي حوايج اخرين اللي ما كتشوفيهمش بزاف. واكثريه الناس دابا ولاو اكثريه كيدخلوا غير البلايص اللي عامره، البلايص اللي مدينه، طرقان، طاكسيات، طوبيسات، يعني بحال هاد المناطق هادو الناس ما بقاش بزاف كتدخل ليهم. كنتمنى من الله تعجبكم هاد المنطقه هادي ديال كيفاش كنقولوا احنا دابا احنا في دوار اولاد بارك، طريق واحد السيد هنايا نتفكر شنو كيقولوا ليه، سميتو سيدي كانون، هاد السيد اللي كان في منطقه عبده. تبارك الله ما شاء الله على هاد العود، كي كتشوفوا انتوما دجاج بيبي، شجر ديال الزيتون ما شاء الله. ايوا كله سبحان الله الزي ديال بلادو ما شاء الله، زوينه بنايا الدنيا. العود كياكل هذاك العلف ديالو، انتوما مشيش عنده ماما، مشيش عنده انتوما ما شاء الله. ديري له العقيق في عنقو، وهنا خوتي وصل الوقت باش نقولوا لهم مع السلامة. وهنا جاو حتى المشيشات تابعيننا، مساكن حتى الطنوبيلة وقاو فيا. صافي هنايا قلنا لهم بسلامة الناس ديال عبدة، الجود والكرام، الله يكبر بهم، الله يعطيهم صحيحتهم يا ربي، والله ما سخينا نمشيو من عندهم. احنا هنا رحنا مشينا شدينا الطريق، وقفنا درنا بوز، تسارحنا شويه، وراكم عارفين يعني انسان شاد طريق طويله ضروري ما يوقف ويرتاح. وهذا عاوتاني شدينا الطريق هنا خوتي غادي نمشيو. هنا هذه الطريق بحال غادي طالعه باش تاخدي بحال ديريكسيون مراكش، ولكن حنا ما غاديينش ناخذوا الطريق الرسميه ديال مراكش، غادي ناخذوا طريق صويره، حيت غادي نمشيو لسيد المختار. الناس اللي كتعرف سيد المختار في الطريق صويره، بحال كتكونوا غادي لصويره كتخليو هذا، كتخليو مراكش على اليمين وكتمشيو على اليسار. الناس اللي طالعين من اسفي، من الناس اللي جايين من كازا، راه كدوزو على مراكش عاده، كتجيو كتشدو طريق صويره باش تمشيو لسيد المختار. المهم هذا هو العرف ديالي انا قلت لكم. حنا دابا غادين لسيد المختار عند العائله ديالي، العائله ديال الوالد ديالي. صراحه الله سنين وسنين وسنين ما مشيتش عندهم، ومن هذا المنبر توفى ولد عمي الله يرحمه ويوليه برحمه الله، مصطفى اللي كيسكن في سيد المختار الله يرحمه ويوليه برحمه الله، والله يصبر ميمته ومراته وليداته عليه يا ربي. انا مشيت باش نشوفهم ونعزيهم ونواسيهم، واخا سي خطاغ يعني دازت مده، يعني راه مات مسكين لاني ديغنيغ في كورونا. الحمد لله ولي الحمد. صراحه كنت كنتمنى نجيو هو حي
ونجي ولقاه كيتسناني وكيتلقى لينا وهذا، ولكن الله بغاه، الله داه، الله يرحمه ويوليه برحمة الله. من هذا المنبر كنقول لمصطفى الله يرحمك اخويا ويوليك برحمة الله، والله يصبر مينتك والزوجة ديالك ووليداتك عليك يا ربي. هنا خوتي احنا هنا دخلنا لسيد المختار، كي كتشوفوا هي هذه سيد المختار. هنا خوتي هاد الوليد هذا ولد الاخت ديالي، مسكين عنده سكر وكيدو جلاسولين. شحال قيسي لي دابا اختي الصباح السكر؟ 2.44 2.44 غرام. بالنسبه لهاد الوليد هذا شحال عنده من عام؟ 6 سنين. عنده 6 سنين. هاد الوليد عنده 6 سنين، عنده سكر اللي هو الديابيت. الحمد لله ولي الحمد، ماما كتساعد معاه وكل شيء. حنا اليوم بغينا فكره بالنسبه للناس اللي جربوا المنتجات ديال دي اكس ان في المرض ديال السكر، الله يجازيكم بخير. بغيناكم اي واحد جرب المنتجات ديال دي اكس ان، الناس اللي عندهم سكر يخليو كومونتير اشنو من بعد ما خداو المكملات دي اكس ان الماليزية، واش تغيرت الحالة، واش باقي كيدقوا لاسولين، واش باقي السكر هو ولا تريكل. وشكرا، ونتمنى من الله هاد الوليد ان شاء الله غدا ولا بعد غدا ماما تقول لي الحمد لله ولي الحمد ولدي تشافى وما بقى كيدق لا لاسولين لا حتى شي حاجه ان شاء الله باذن الله. وهنا خوتي من بعد ما بركنا يومين في سيد المختار، حنا دابا غادي نشدو الطريق لمراكش الحمراء. غادي نشدو الطريق لمراكش وما غاديش نكمل معكم حتى مراكش، يعني غنوريكم غير شوية طريق ما بين سيد المختار وتحتل الشيشاوة. ان شاء الله بإذن الله تشوفوا غادي ندوزو الشيشاوة هي الاولى، وعادة ان شاء الله غادي نشدو طريق لمراكش. حنا دابا حاليا شادين طريق ديال مراكش اللي جاية من صويرة وغدا لمراكش. كي كتشوفوا هي هذه طريق ديال مراكش. حنا غاديين الله يدينا على خير وبخير يا ربي. صراحة كتكون واحد الاجواء زوينه في الطوموبيل، ولكن مع الاسف كيكون كلشي كيهضر، كتكون الموسيقى كتكون صافي، واضطريت نحيد صوت اخوتي. سمحوا لي على هاد لا فيديوهات حكم يعني الهضره ولاشين خدامه وداكشي، يعني ما يمكن لياش ندير الاصوات يعني مخربقه. المهم قلت اضطريت نهضر انايا في الفيديو باش نشرح لكم. كي قلت لكم هنايا طريق مراكش اللي جايه من صويرة وكتدوزي على سيد المختار، عاده كتمشيو لمراكش. وكي قلت لكم اخوتي هنايا طريق ديال مراكش ان شاء الله باذن الله. غادي نحبس معكم هذا الفلوغ هذا في شيشاوه، غادي نوقفوا تما نتقهواو داكشي، وغادي نحبس معكم الفلوغ هنايا ان شاء الله باذن الله. كي كتشوفوا هذه مدينه شيشاوه، حتى هي مدينه اللي زوينه بزاف ومدينه غزاله صراحه الله، مدينه غزاله هاد المنطقه هذه ديال شيشاوه. صراحة عجبتني والله الا عجبتني بزاف المدينة ديال شيشاوة. تحية كبيرة الناس ديال شيشاوة حتى هما، ديديكاس كبيرة من عند اختكم خديجة ام عدنان، ديديكاس كبيرة ليهم.